أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الأفريقية وتؤثر على قدرتها على الاستمرار في المسار التنموي الأفريقي. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري ضمن فعاليات الدورة الخامسة لقمة منتصف العام التابعة للاتحاد الأفريقي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. لقد تشرفت بناء على ثقتكم بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد لعامي 2023-2024، وتتولى مصر رئاسة هذا الكيان المهم في ظروف بالغة الدقة تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستوى الدولي والإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الإفريقية.